السؤال الرابع يقول: معلم ابتدائي يتغيب كثيرا عن الأطفال، كيف تكون المعاملة معه؟ كما أرجو منكم كلمة توجيهية إلى جميع المعلمين في العالم الإسلامي عظم أمانتهم ومسؤوليتهم. الواجب على المعلمين وعلى غيرهم من يتولون أعمال المسلمين أن يعتبروا ذلك أمانة في أعناقهم، وأن يقوموا بالواجب الذي عهد إليهم به، ولا سيما تعليم أولاد المسلمين، فإنه أمانة عظيمة. فلا يجوز للمدرس أن يتساهل في هذه الأمانة، وأن يتخلف أو أن يضيع الوقت في وقت الدرس من غير فائدة، أو أن يجلب لهم أفكارا سيئة وتوجيهات سيئة، بل عليه أن يوجههم الوجهة الصحيحة، وأن يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فهذا العمل أمانة في ذمته، ولا يحل له ما يأخذ من الراتب إلا إذا أدى العمل على الوجه المطلوب، لأن هذا في مقابل هذا. نعم. يقول: كيف التعامل مع ذاك المعلم الذي يتغيب عن أطفاله كثيرا؟ التعامل معه بأن يناصح أولا، فإن لم يمتثل فإنه يبلغ المرجع مدير المدرسة أو مدير التعليم، يبلغ بذلك ليأخذ على يده. نعم.